ضمن رؤية شاملة للنهضة بالأمة، وفي الطريق لإنشاء مدينة جامعية متكاملة على أحدث المعايير العالمية، وبعد سنوات من التأسيس بدأت ملامح الرؤية تتبلور، وتوسعت الكليات لأقسام متنوعة ضمن جهود حثيثة متواصلة للوصول إلى الهدف المنشود. كليات سليمان الراجحي هي جزء من مدينة سليمان الراجحي التعليمية، والتي تضم مستشفى تعليمي ومرافق أخرى، وهي تابعة لأوقاف الوالد الشيخ سليمان الراجحي. رؤية هذه المدينة أن تكون رائدة في الجوانب التعليمية والبحثية والخدمية. يقع المشروع في مدينة البكيرية على الطريق السريع للرياض المدينة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,200,000 كيلومتر مربع. تتميز البكيرية بطقسها المعتدل وهوائها النقي وبخصوبة أراضيها وتنظيمها الحضري، مما أسهم في حصولها على لقب المدينة الصحية الأولى على مستوى المملكة، وهي تقع في منطقة القصيم إلى الجنوب الغربي من مدينة بريدة عاصمة المنطقة. حرصاً من كليات سليمان الراجحي على جودة التعليم، فإنها تعتبر الطالب حجر الزاوية في العملية التعليمية، لذا فإن إدارة الكليات تحرص على اختيار الطالب المتميز وفق معايير تؤهله لأن يكون لبنة صالحة في مجتمع النهضة المنشود، ويأتي ذلك وفق أرقى المعايير المعتمدة في الجامعات العالمية، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بعدالة علمية تمنح المتميز حق الانضمام لهذه الجامعة. المنهج المطبق التعليمي في كلية سليمان الراجحي يستلزم علينا أننا نبحث عن طلاب نوعيين أيضا، فالقبول في كلية سليمان الراجحي يعتبر من الكليات التي تشترط درجات عالية في القدرات والتحصيلي والمعدل في الشهادة الثانوية، كذلك الطالب يخضع إلى المقابلة، وكذلك يخضع إلى اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية. تحرص الكليات على ضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية ممكنة لطلابها في مختلف البرامج، وذلك عبر التدقيق في اصطفاء نخبة من الأساتذة ذوي الخبرة والكفاءة والحرص على التحديث الدائم للمعارف والخبرات عبر الدراسات والبحوث والأوراق العلمية، كي يكون الأستاذ واجهة مشرفة للكليات وقدوة تعليمية وحياتية على أرفع مستوى. In the course of time I met several of the staff members and I'm impressed by their devotion, by their knowledge and their teaching skills. They're really very cooperative and very hospital, and they make us get concerned with them about in everything, nearly everything they do in their daily academic curriculum and academic life. From the beginning of our cooperation, we had one main goal, and that's to train doctors of a high quality, matching all the quality standards of a medical education at international levels. عندنا كلية الطب والتي تخرج طلاب في الطب والجراحة، وعندنا كلية العلوم الطبية التطبيقية وفيها قسم المختبرات حاليا، وكذلك كلية التمريض. تطبق كلية الطب برنامجا تعليميا متطورا مدته 7 سنوات تشمل السنة التحضيرية وسنة الامتياز. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد وتدريب أطباء أكفاء قادرين على فهم وتلبية احتياجات المجتمع، وعلى تقديم خدمة صحية على مستوى عال من المهارة والمعرفة الطبية، مدعوما بالسلوك المهني الرفيع والقدرات الشخصية العالية. تلتزم كلية العلوم الطبية التطبيقية بتقديم أفضل البرامج التعليمية الأكاديمية والإكلينيكية للملتحقين بها من الطلاب والطالبات،
وترنو إلى زرع القيم المثلى لتخصص المختبرات في طلابها وتأهيلهم من خلال عمليات التعليم والتدريب المتقن والأداء المخلص، والتي تعتمد على برامج تهدف إلى تخريج ممارسين صحيين مؤهلين في تخصصات التمريض والعلوم الطبية التطبيقية المختلفة. ابتداء من العام الدراسي 1438-1439 هجرية، سيتم بإذن الله افتتاح كلية سليمان الراجحي للأعمال، والتي ستكون إحدى أهم الجامعات المهتمة بالعلوم الإدارية في المملكة، وذلك لما للإدارة من دور في نهضة الأمة ورقيها. تقوم كلية الأعمال على منهجية رائدة، منهجية ريادة الأعمال، وبالتالي تكون الكلية من أولى كليات الأعمال في المملكة لتقدم تعليم إداري واقتصادي متخصص بروح ريادة الأعمال والابتكار. لا شك أن تخصصات الكلية ستقدم بأيضا روح ريادة الأعمال والابتكار في المحاسبة ونظم المعلومات أو في التأمين وإدارة المخاطر، وكذلك في الإدارة بشكل عام. استكمالا لدورنا الحضاري في الشراكة الإنسانية مع الأمم وسعينا الدؤوب لتقديم أفضل المعايير التعليمية العالمية، فقد أبرمت كليات سليمان الراجحي شراكة أكاديمية مع جامعة ماستريخت الهولندية في الطب البشري. From the beginning of my deanship at Tashkent, Dean, I was heavily involved in the partnership between Sulaiman Al-Rajhi University in Qassim and the University of Maastricht. I was also involved in the start of our partnership and in the development of the cooperation. وتعتبر جامعة ماستريخت من الجامعات العالمية، حيث تتبوأ مركز الريادة في تطبيق نظام التعليم المبني على حل المعضلات PBL، كما تصنف ضمن أفضل 100 جامعة عالمية. تتيح هذه الشراكة للكليات فرصة استخدام المناهج الأكاديمية والاختبارات التي تقدم للطلاب الدارسين بها، مع الاستفادة من الخبرات في التعليم الطبي لضمان حسن تطبيق المنهج والتأكد من جودة المخرجات، وبموجب ذلك يمنح الطالب شهادة من جامعة ماستريخت. تتبنى الكليات نظام التعلم عن طريق حل المعضلات PBL، وهو من الطرق المستحدثة في مجال التعليم الجامعي. We learn by a problem-based learning system. And the fact that we have a partnership with Maastricht University is, was a kind of like an attraction for me to come over here and experience this kind of learning procedure. أثبتت الدراسات تميز الطلاب فيه بقدرات قيادية وبحثية أكبر مقارنة بنظرائهم من الدارسين بالطرق التقليدية، وما يتبع ذلك من بحث وتعلم ذاتي واستعمال لمختلف مصادر التعلم. تعرض المعضلات البحثية على مجموعات طلابية صغيرة وتناقش تحت إشراف عضو من أعضاء هيئة التدريس للتوجيه والنصيحة. يتم التعلم من خلال النقاش واستعراض الجوانب المختلفة للمسألة العلمية وإثارة التساؤلات المختلفة حولها، ثم البحث عن الإجابات بجهد مشترك بين أعضاء المجموعة. كما يتضمن المنهج أدوات تعليمية متنوعة تشمل المحاضرات والدروس العلمية والسريرية واستخدام الوسائل السمعية والبصرية والتقنيات الحديثة وأوعية المعلومات المتعددة. تحرص كليات سليمان الراجحي على خدمة المجتمع المحلي من خلال عدة مجالات، الغرض منها ربط الطلاب بمجتمعهم. ولتحقيق هذه الرؤية أنشأت الكليات مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حيث أقرت الكليات برنامج ساعات الخدمة الاجتماعية كأحد متطلبات التخرج الإلزامية. تعتبر الخدمة الاجتماعية أحد متطلبات التخرج، فقد اشترطت الكليات 30 ساعة كأحد شروط التخرج الطالب. كما أن الخدمة الاجتماعية تعتبر من أهم متطلبات الترقية لأعضاء هيئة التدريس. عندنا اهتمام كبير في تدريب الطالب على القيادة.
أشركنا الطالب في كثير من اللجان التي تهمه في كلية سمى الراجحي، سواء كانت اللجان الأكاديمية التي تهتم في بناء المنهج، أو تلك اللجان التي تهتم في أنشطة الطالب وخدمات المقدمة له. تعمل كليات سليمان الراجحي على تطوير مهارات وخبرات طلابها وصقل شخصياتهم من خلال الأنشطة اللاصفية والدورات المتنوعة التي صممت بالتعاون مع خبراء في مختلف المجالات من داخل وخارج الكليات لتقديم دورات ومحاضرات وفعاليات علمية وتنموية، بالإضافة إلى نشاطات رياضية ومسابقات ثقافية متنوعة. أضافت لكليات سليمان الراجحي الكثير من الخبرات العلمية والأكاديمية والتي صقلت من شخصيتي، بالإضافة إلى الأنشطة غير الأكاديمية مثل المشاركة في المؤتمرات والمعارض وغيرها. حسب توصية الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله، ومساهمة مع الخيرين في إتاحة الفرصة التعليمية للموهوبين والمتميزين بغض النظر عن وضعهم المادي، فإن الكليات أسست باقة من المنح الدراسية تضمن العدالة التعليمية في المجتمع المحلي والعربي والإسلامي وتوفير فرص دراسية للمتميزين، الأمر الذي يحافظ على مواهب الأمة ويحفز تطورها في بيئة مناسبة ومحافظة وبمعايير عالمية. وبعد، هذا حصاد سنوات قليلة بحساب الزمن، ولكنه عظيم بحجم الإنجاز. هو نتاج رؤية ورسالة حققت المراحل الأولى من الأهداف، وستسير في طريق تحقيق البقية بمشيئة الله. استوى هذا النبت النضر على سوقه بفضل الله، ثم بجهد ثلة نذرت نفسها لنهضة هذا الوطن المعطاء. وبإذن الله ستثمر جهود القائمين على هذه الكليات تخريج نخبة من المتميزين الذين بإمكانهم أن يكونوا قادة في هذا المجتمع وأن يكونوا ذخرا للإسلام والمسلمين. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لي قبولا في هذه الكليات. شكرا من القلب لكل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم. أقول شكرا لن تفيكم حقكم.